طيب، بسؤال أخير عما جرى اليوم في العاصمة العراقية بغداد من ضربة أمريكية. كما تعلم، الضربة الأمريكية جاءت وسط العاصمة بغداد في موقع حساس بالقرب من وزارة الداخلية العراقية. لا ترى بأن هذا يضع ضغطا كبيرا أيضا على الحكومة العراقية؟ لا تتفق مع ذلك؟ نعم، أعتقد أن هناك الكثير من الضغوطات على الحكومة العراقية. هناك ضغط عليها للتصريح عن بعض المعلومات حول من اعتقلوا قبل عدة أشهر بسبب استهداف السفارة الأمريكية وبعض الجنود الأمريكيين في العراق. ما زلنا لم نسمع أي شيء حول هؤلاء الأفراد الذين تم اعتقالهم. طبعا هناك الكثير من الضغط على العراق لأنها تريد أن يكون لديها علاقة جيدة مع الولايات المتحدة ومع إيران أيضا، وتريد أن تمول حاشد، وفي نفس الوقت أنها تعلن عن بعض عمليات حاشد على أنها عمليات إرهابية وفقا للسودانيين. فما الذي ستفعله الحكومة العراقية؟ هذا يعود لها طبعا. ومن الواضح بأن هناك الكثير من الضغوطات على السودان، وإذا لم تستطع الحكومة العراقية أن تمارس السيادة فإما بأنها لا تريد أن تمارس سيادتها، وإذا لم تريد أن تمارس سيادتها فهل سيتم قتلها من قبل حاشد، أم هل إيران هي التي سوف تسيطر على ما تفعله الحكومة العراقية؟ أنا لا أعرف الإجابة، ولكن بالتأكيد كل نجاح حققه رئيس وزراء عراقي سواء الكاظمي أو غيره حاولوا اعتقال بعض الأفراد من حاشد وهددوا بقتله. أنا متأكد بأن نفس نوع الضغط يتعرض له السوداني حاليا، ويضغطون عليه لطرد الأمريكيين مباشرة. تستطيع الحكومة العراقية أن تفعل ذلك، ولكن أنا أقترح بأن تسيطر بداية على حاشد. حاشد ليست مستقلة، يجب عليها أن تكون مسؤولة أمام الدولة، وإذا لم تكن كذلك وكانت تقوم بأنشطة إرهابية كما قال السوداني، فألا يجب على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراء ضدهم؟ وإذا لم تستطع فهل يجب على الولايات المتحدة أن تغادر؟ هذا شيء يجب أن تفكر به الحكومة العراقية. لا تريد الولايات المتحدة أن تترك العراق ولتكون ضحية لذراع آخر من أذرعة إيران. يجب أن تكون دولة ذات سيادة، ولكن يجب على الدولة أن تتخذ إجراء إذا أرادت أن يكون لديها سيادة، ولغاية الآن لم تتخذ ذلك الإجراء.